يعني بدك الصراحة وضعنا صعب جدا هنا في البيت. احنا لنا 3 شهور لسه ساكنين في البيت ما فرحناش عليه، وزي ما انت شايف انا كنت برتب في غرفتي وبظبط في غرفتي، وهي صورة كنت معلقها وفرحان عليها. السرير ما كنت شايفه والله له اسبوع جايبه، والمروحة وكل اغراضي. إيه للأمان الأمان ما لحقناش نفرع على البيت، لنا 3 شهور لسه في البيت. وهي حلمي راح برضه كاميرا، كنت انا بشتغل وبصور في الناس وبسعد في الناس برضه عن طريق كاميرتي. للأسف الشديد كاميرتي برضه راحت، حلمي اللي كنت انا فيه راح، والحمد لله على كل شيء. لحظة القصف كنا انا كنت جاي من شغلي مليش 10 دقائق، يعني بدي اطلع مع اصحابي وانبسط بجهز في اواعي وبدي اطلع، فانا قاعدين في قاعد دار في الصالون يعني. فبقول لهم يعني وقت ايش تجوز اخوي، وقت ايش تاخذي له، وقت ايش امور زي هيك، لانه اخوي برضه عرس جديد وجهز الشقه جاهزه فوق، وبرضه مع القصف نزلت ما لقينا الا الصواريخ ورا بعضها، 1 2 ورا يعني 6 صواريخ ورا بعضهم. لقينا كل إشي فوقينا، امي اكلت هواي في راسها هيك يمكن فوق 50 60 غرزة. اخوي اليوم طلع لسه طلع من العمليه الثانيه، لسه وضعه برضه مش تمام. الوالد حالته النفسيه صدمه مصدوم لحتى الان، يعني اذا بتقولي له وين انت بقول لك مين انت، لا بتاخذ منه ولا بتعطي. اختي الصغيره المتلازمه الدم برضه ايدها برضه اصابه كبيره في ايدها، وزي ما انت شايف يعني وضع البيت لا يسمح للسكن خالص خالص خالص. ما إنه بيت صراحة.